السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسعادة والسرور. هذه البصرة أم البدايات، مهد الحضارات، أرض السيبويه والسياب، جبل ترابها بأشهر العلماء، بيوتها مفتوحة للجميع، وعلى ألسنة شعبها الترحيب، في جبين أبنائها زرع الكرم والجود. هذه البصرة ببساطتها وعفويتها العريقة، بعشقها لكرة القدم، تعمل جاهدة على إنجاح خليجي 25، وهذا مجلسكم في شط العرب. خالص ما ممكن نقدم الحلقة؟ ما انت صوتك حتى ما تلفوني. طيب ان شاء الله سعجدك والله يسلمك. طيب ان شاء الله الله يطول لي عمرك. انا وماي دخليفك انا معك على نفس الطياره. اي نعم، وسبحان الله من الساعه 8 قاعدين هنا، ما ادري وين كنت. المشكله يا ابو محمد ان في ناس تبروا من عندنا بيروحون درجه اولى، وهي ما فيها، هي كلها اكونومي سالفه. اي لان التواضع شيء حلو في بعض الاحيان. حاولنا نعلمه ما نعم، حاولنا نقول له، طرشنا له مسج، قلنا له طرشوا له، ما سمع. ما نعم خلاص طال عمرك. طيب خلاص عندك. طبعا خالد سليمان احد اساطير كره القدم في الخليج، احد نجوم كاس الخليج، فلما يتكلم ما يقدر من غيره. فيقول اهلا فيكم، احنا وصلنا البصره، ومن البصره من شاطئ العرب راح نقول لكم خليجي 25. نتمنى ان شاء الله ان الله يوفقنا وييسر امورنا، ونقول لكم ان شاء الله من اجمل نسخ بطولات كاس الخليج من العراق وفي البصره. هنكلمكم اليوم عن كاس الخليج في العراق. برحب في اخواني اللي موجودين معي في مجلسات الكاس في البصره 25، عصام الحضري الحمد لله حياك الله، بعد نجاحك في مونديال قطر ضميناك معنا في المنتخب. خلاص خلاص خلاص، عملت 10 سنين خلاص، تعود 10 سنين. عبد الله الشيباني، طبعا عبد الله انا سلام اليوم لو ما طبخوا فيهم في العراق يعزم الشباب على الحمام، شلون ما ادري. طبعا ارحب بالجميع الحاضرين والجمهور العراقي والعربي والاسلامي كلهم، احيي جماهير البصراويه بالاخص. طبعا العراقيه بشكل عام بس البصراويه بشكل خاص. خالد احنا الحين شوي اليوم بالبدايه، خلي شوي يعني ما نقدر ما نقدر اللي حق حقه يا كابتن، بعطيك بعدين بس توكل على الله. وعدكم ان عبد الله يعطيكم قصه حياته للجميع. بعد الرحمن مساك الله بالخير. الله يمسيك الله بالخير، سهلا وسلامك وصول منتخبكم من الاخر. الله يسلمك ويبارك فيك. اليوم وسعودك سعيد بدعوتكم بكل تاكيد مع زملائي واخواني واهلي، وايضا سعيد جدا اني موجود في ارض انا احبها واحب الارض والانسان فيها. وانا اتمنى حقيقه انه فعلا نشوف السعاده من خلال نجاح البطوله الاستثنائيه ان شاء الله تكون فيها النصف ان شاء الله. ناصر الشمراني الحمد لله على السلامه مرتين. انا اول مره اشوف واحد ينزل من المطار دائما يروح الفندق يروح ربع ساعه بعيد ما يروح. علموني قصتك اليوم ترى ها؟ انا سوالفكم كلها توصلني. ما شاء الله عليك. الله يسلمك، راحب في الجميع، والحمد لله أنا اليوم متواجدين في كأس الخليج وبطام في البصرة، ورحب أخونا علي ثاني منور المجلس، عاد الموجودين كلهم يعني يمونوا على بعض، اليوم جاء علي ثاني يمون. الله يسلمك وجود الجميع. أنا طالع علي ثاني راحب بعد ما دام ناصر حديث أنا حديث مدينة حديث. الله يسلمك يا حمد الله السلام. الله يسلمك. الله يسلمك. إن شاء الله ما تعبت. لا وين تعبت، اليوم اللي استوى فيني في المطار ما يستوي في أي حد حقيقة، يعني استقبال فوق الوصف، وهذا يعني هذا كرم أهل العراق يعني، خاصة أهل البصرة يعني. اليوم من المطار شالوني واختفيت يعني، وتبع المجلس يدورون وين صرت وين، قلت والله إن جماعة ما أعرف منه. بس المهم الحمد لله حقيقة البطولة إن شاء الله نتمنى لنا كل التوفيق والنجاح إن شاء الله بفضل وجودكم وجود الكوكب هذه النجوم اللي موجودة السنة الثانية، أتمنى لهم التوفيق يعني. تسلم. أحمد الرواس يا حلو يا خالد، والله تعبان ما نايم من فكر طالع من بلد ومن صلالة إلى الدوحة. من صلالة ها؟ من صلالة للدوحة معانا في الطيارة. أعرف مش طيارة
وبعدين من الساعة 4 العصر حتى ما حصلنا فندق من 4 العصر. الله يعطيك العافية. يلا مرحبا بالبصرة بعدين تكلم بإذا تحكي جواك الله جمال. الحمد لله على السلامة. السلامة توصل منتخب مرة واحدة تجمع معهم في الطيارة. اي نعم احسن شيء 25 دقيقة. مسي عليك مسي على اخوان المشاهدين واخوان الموجودين واحد واحد من البسمة طبعا. وانا سعيد جدا خالد صراحة بطولة طعام في البصرة للحين وخاصة اليوم القعدة حلوة راح اكشف السور اليمني انا راح السور ادورهم بورا يا جماعة يعطيني كيف وي وصاري ونشاتي اضيع اضيع اني اكشفهم الحين ما نعم ولا شيء. مع المنتخب طيارة واحدة. اليوم مع المنتخب يوم الخارج يعني 25 دقيقة يعني طيارة خاصة بعد. كلها طيارة. إيه طيارة خاصة يعني قاعد على البورد وقرر رجع. نور صبري مرحبا فيك في أرضك وبين جمهورك. حقيقة مرحبا بكم وأهلا وسهلا والحمد لله على السلامة. وما تتخيلوا سعادتي وسعادة الناس جميعا يمكن انتم شفتوها من عيونهم من استقبالهم من طريقة حتى تعاملهم. احنا نقول لكم الحمد لله على السلامة. احنا نقول لكم البصرة والعراق بكل محافظات ترحب ويرحبون بكم. حقيقة سعادة غامرة تغمر العراقيين خاصة بوجود يعني اكيد كل القنوات اللي موجودة مرحب بها لكن حقيقة بوجود المجلس اضاف نكهة وبصمة جميلة جدا. يمكن لو نخرج برا المجلس راح نشوف الناس شلون متجمره من اجل انه تحضر او تشوف لقطات من المجلس. لذلك انا احييكم وفرحان جدا سعيد يعني انا اكتفي بالكلام اللي يقولوه الزملاء حقيقه. لذلك اهلا وسهلا بكم شرفتونا وان شاء الله تكون ضيافتكم على اعلى مستوى ان شاء الله. خالد سلمان انا يسعدني انك انت معي فرحان جدا انك معي في الطياره وفرحان جدا انك كرسي جنب كرسي فاقول لك الحمد لله على السلامه. على فكره من اسعد الرحلات. الله تتسألني وتضحك هو ضحك هو دائما يحب يوقف هاي الفترة ذي مالتي لما يشوف بدايتي صح. هو دائما يحاول ياخذها يمين يسار خارج. ليش ما نسعد اللحظات انا بقول كلمتين احنا خالد سلمان يعطينا تاريخ كاس الخليج شلون بدأت شلون صار شلون هم كانوا صار دخلنا أجواء دخلنا من دوحة ساعة كم ساعة ونص ما حسنا ساعة ونص ما حسنا الوقت وسبت إحنا مش على الساعة ولا كم. خالد سلمان في الطيارة ما حسسنا الوقت حسسنا من هو الحين كاس الخليج فأنا يعجبني في هذا بس عكس الآخرين ما محمد قال عن خليجي راحت بس كان ضمن السوالف كان الموضوع ماي لأنه متهرب عنه رايح من خارج الدام أنت كرمي كرمي رحت جدا رجعت ورا أنت بالكرمي الكرسي حاول بغى يروح على البزنس ما في الكل طلب بزنس ما في والله دفع باقية أدري دفع باقية على شنو خطوة بس وأنت الكرامة رجل بجزار تسوي بي الله ما عندك سالفة إنزين على العموم إحنا اللي نبي نوصلها اللي بيوصل له اول شيء شكرا شكرا لهذا الشعب الاصيل الصراحه لحسن الاستقبال لحسن الضيافه لحسن الكرم. هذا مو غريب على الشعب العراقي والشعب الخليجي العربي بشكل عام في حسن الكرم والضيافه. يعني نشكرهم الصراحه اللي حسسونا ان احنا مش في قطر قصدي في العراق حسسونا ان احنا موجودين في قطر ما بين اهلنا. وهذا صراحه خطوه واحده ما تقدر تمشيها. والشيء الملفت للنظر تجد الانسان البسيط والانسان يعني اللي يكون في وضع جدا جيد يقول لك المجلس البيت تحت امرك اليوم انت عندي قضايا عندي عشاء يا جماعه احنا تونا واصلين وتونا حاطين رجلنا ان شاء الله وباذن الله امورنا كلها طيبه. الرسائل اللي يجيك الكل قاعد يدعيك على انك يستضيفك وهذا شيء يعني مو غريب على الشعب العربي ومو غريب على دولة العراق. كل الشكر والإجلال. عندي قصة بسيطة بأقولها في خاطري خالد أقولها لأعبر عنها بعد كذلك عن حبي عن العراق. أنا أول بطولة مشاركة لي في دورة الخليج كانت دورة الخليج الخامسة في العراق سنة 79 واليوم الحمد لله في سنة 2023 لخليج 25 أتواجد
مع العراق مع قناتنا المفضلة قناة الدوري والكاس برنامج المجلس المحبب ما بين الأخوة والأساطير الموجودة قدامي، وأنا سعيد جدا أني أتواجد معهم، وأتمنى إن شاء الله أنها تكون بطولة ناجحة، بس من أول دخولنا هي تعطي مؤشر كبير أن هذه البطولة من يعني ما راح أقول من أنجح البطولات، بس بتكون من البطولات المميزة لكأس الخليج. كل التوفيق إن شاء الله لجميع المنتخبات المشاركة، كل التوفيق أقول للجماهير رسالة سريعة، تعالوا استمتعوا بجميع الأجواء الموجودة في العراق، والله العظيم ليست مبالغة بس أقولها من قلب وأقولها بالحدث أنا عشتها الآن. نعم هناك 24 ساعة قاعد أنا فيها، لكن عشت أني أنا في بلادي قاعد. لهذا السبب أقول لكم لا تردد لحظة، مثل ما رحت وشاهدت كأس العالم وما تردد، تعال لخليجي 25 أراهنك أنك راح تستمتع. شكرا أخوك مايد طرح سؤال، شو صار محمد؟ تأمني يعني أفهم هيك. لا لا هي الدباجة دي من لا هذا السؤال وين القصة؟ عندما قلت بقول لا لا قصتي أنا أتكلم أنا خليجي خمسة وخليجي الآن 25 هذا تاريخ. لما في بداية ال لا لا مش أنت، أنا سؤالي عن جوابي حق اللي يملك. لا هو قال الحين يقول لي خالد سلمان بدأ كلامه قال بقول لكم قصة. هي قصتي أنا قصتي من خليجي خمسة إلى 25. سمعت؟ مو معلومة. واحنا اليوم في الكوكبة هذه نقول لازم كل اللي دخلنا عن خليجي 25 نقول عبد الله يعني يكون في سنة واحدة يعني ممكن سنة واحدة الساعة المباركة ما لنا شغل بالسنة ما لنا بالسنوات لنا في التجمع احنا ما تجمعنا السنوات يجمعنا المسمى الجمع المسمى لا المسمى اللي بيجمعنا الجمع ذي بتجتمع اذا كان المسمى خليجي 26 راح نجتمع في هذا المكان ان الله اعطانا عمر لكن انا احس ان في ناس هني زهايمر خليجي الثاني اعتقد عرفته خلاص اوكي خلاص بعد ذي قلبي حاجي ما أحب من الحقوق ماي المستشار والله يا أقول والله يا أنا سعد السفرة ويا ذا الرجال اللي ألتقي وياه على الغداء وعلى العشاء قعدة ومواضيع وطرح الصراحة من أروع الجلسات اللي تجلس مع هذا الشخص. تفضل أخوي ماي لا هو تخشش سيدي ما شفنا ابو محمد لا هو ابو محمد هو كان معك على غالي بعيد ما شاء الله لا ما صور بيان بالصورة الجماعية اللي بالطيارة ليش قال سألت أنا على كل ذا حد اللي جانا شو يصورون ما في الكل ما ينحر جون والله هاتم ايه لا الصبر يعطيك العافية ابو محمد الله يعني خالد بداية أنا سعيد جدا بتواجدي في البصرة مع أهل البصرة أهل البصري مثلاً طبعاً الشعب العراقي الكريم الطيب المضياف اللي عندهم رحابة الصدر حقيقةً البشاشة على وجوههم مسترسين بغدون مسترسين بغدون بغناة الكاس ومتعملين خير بنجاح البطولة وإحنا نقول لهم البطولة بتنجح بدام وجودكم في هذه السعة ورحابة الصدر والاستقبال الطيب والتهافت على تذاكر المباريات والزخم الكبير اللي صاير على حضور الافتتاح بتوصل الملاعب سواء ملعب البصرة أو ملعب الميناء فبلا شك أن البطولة بتكون ناجحة بطولة جماهيرية كان ما ينقص كثير بطولات خليج الحضور الجماهير الكبير والمكثف مثل البصرة من الآن أقول لكم البشرة تبشر أن خليجي 25 غير إن شاء الله زين قيمة كأس الخليج بالنسبة لنا قيمة كبيرة وقيمة خلينا قد ما نقدر نحافظ على هذه البطولة اللي طلعت لنا النجوم وساهمت وشاركتنا من خلالها ولو بشكل غير مباشر في بناء بنية تحتية رياضية.
اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. نور صبري اتصور يعني هذه البطوله لما تقابل البصره او العراق والمغرب الثاني معناتها والعراقيين سعوا فترات طويله انهم يستضيفون هذه البطوله. اذا لها اهميه لكم، انا اشوفها لها اهميه كبيره او لمسنا هذه الاهميه من القياده من شعب من اعلام واسر رياضيه. اكيد اللي حضر عرف ليش العراق كان يقاتل على تنظيم بطوله الخليج، وان كان في بعض الاوقات احنا ما كنا جاهزين بالمعنى الحقيقي، ممكن تنظيميا لكن يمكن نملك بنيه تحتيه، نملك ملاعب، قد يكون عندنا بعض الامور ناقص، لكن اتمنى انه سديناها بشكل جيد. شفت الجماهير المحبه، الشعب شغوف يحب كره القدم، يحب الرياضه، يحب النجوم، يحب العرب يدخلوا له من كل مكان. هذا دائما كنا نقول احنا في كل مشاركاتنا في اي مكان نقول دخول الاخوان الخليجيين اخوان العرب الى العراق يساعد الشعب العراقي، يساعد البلد على عودته بشكل جيد، اذا كان على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي على المستوى التجاري الاقتصادي. كل هذه الامور تساعد كره القدم والرياضه، تساعد الشعب العراقي على العوده من جديد. تاثر الشعب العراقي بامور كثيره لكن بقى محافظ على اخلاقه وطيبته وكرمه. انا اعتقد يعني ما من اللي يشهد عن شعبي، يمكن انتم شاهدتوا ولو جزء بسيط يعني يوم واحد مدى التحول. لذلك البطوله مهمه حقيقه في كل المجالات، حتى على المستوى ولو احنا ما نحب نتحدث، حتى على المستوى السياسي امور كثيره تمثل هذه البطوله من نقطه ايجابيه لهذا البلد. لذلك يمكن حتى الكلمات تعجز عن وصف الحاله اللي احنا بها. اذا احنا كنا لاعب، يمكن انا يمكن اتمنى اليوم بعدني العب حتى امثل بلدي في ملعبي في اوقات كثيره احنا لعب ما كنا نلعب في ملعب امام جمهورنا، وخاصه بطوله الخليج. لذلك هي فرصه جميله، فرصه مهمه وجودكم، وجود الاخوان، وجود المنتخبات في سبيل انه تكون هذه البطوله هي انطلاقه جديده لواقع الشعب العراقي، اذا كان رياضي واذا كان فني واذا كان اجتماعي وحتى اقتصادي. كل دول الخليج استفادت من بطوله الخليج. اكيد من البطوله الاولى البنيه التحتيه، تطورت اللاعبين، عرفناهم مستواهم تطور، المدربين اداريا استفدنا كثير. كل دول الخليج استفادت من بطوله الخليج، هي الاساس هي القاعده لانطلاق كره القدم. فان شاء الله البصره اكيد يعني شكل ما تفضلت الان الملعب الثاني خلاص والبنيه التحتيه بتتطور. هو هذا احنا اللي نحتاجه. لما عندنا بطولة نقدر نستعد أكثر بشكل جيد، يمكن حتى بعد البطولة راح تصير عندنا خبرة أكثر كيف أنه نخلق مرة ثانية بطولات أكثر وننظم نفسنا بشكل جيد. هي هذه البطولة هي حتى ممكن تكون دورة تدريبية للجميع حتى على المستوى يعني خلينا نقول الفني والإداري. نتكلم عن موضوع تنظيم العراق للبطولة، لكن بدنا ناخذ فاصل ونتواصل معك.
رحب فيكم مرة ثانية، برحب في أخوي العزيز الإعلامي العراقي علي النوري، وبشكره باسمكم باسم إخواني في قناة الكاس على باقة الورد هذه الجميلة، مجاملة جدا رقيقة وهائلة وحلوة من أخوي علي. علي اللي كنت كان المفروض يكون معي ضيف في المجلس، ولكن علي عنده برنامج يغطي في خليجي البصرة 25، فنقول له مشكور علي على هالباقة، وبالتوفيق لك في برنامجك اللي يوميا، برنامج الخيمة يوميا بتوقيت العراق على الاي نيوز الساعة 11 بالليل إن شاء الله. الله على هالسبونسر الحلو حبيبي، تستاهل حبيبي أبو جاسم. الورد للورد. وأرحب أنا بإخواني، أنا ما أعتبر نفسي غريب، أنا ابن قناة الكاس وابن المجلس وما أنسى حقيقة حبيبي. حبيبي. الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى بالوصول عربيا من خلال المجلس. كنت دائم التواجد به من خلال بطولة كأس آسيا، بطولة كأس الخليج، حقيقة سعادتنا كبيرة اليوم بتواجدكم يا أبو جاسم حبيبي. يعني احنا كنا نتمنى والحلم أصبح حقيقة اليوم الحمد لله. بس بقول شغلة صغيرة، أنا يعجبني في المذيع أو الإعلامي أو المشهور عموما اللي يوظف قدراته والإمكانيات اللي عنده أنه يخدم فيها وطنه بلاده. علي النوري من الناس اللي أي فرصة كانت تجي قدامه يستخدمها وينتهز فرصة أنه يدعو الناس أنه يجيبهم عنده في البصرة أو في العراق للترويج لاستضافة البطولات وليس بطولة واحدة. فعلي إذا نقدر نقول يوم العراق استطاعت أن تستضيف البطولة فمن الناس اللي روجوا لهذه البطولة أخوكم المذيع العراقي والإعلام العراقي علي النوري. نعم هناك قيادة عملت في العراق، نعم هناك مسؤولين اشتغلوا في العراق، نعم هناك شعب متعطش في العراق، ولكن هناك بعد جنود مجهولين وجنود محبين لبلادهم من ضمنهم أخوي علي النوري وكل الشعب العراقي. اليوم نقول لكم مبروكين استضافتكم لخليجي 25. علي كلمني عن برنامجك فترة البطولة، شو بتسوون بالضبط؟ احنا بدينا من يوم 1/1 برنامج الخيمة 25، طبعا يضم عدد من الأسماء المهمة وأغلبهم من المجلس، أغلبهم من الأسماء اللي كانت وتواجدت في برنامج المجلس سواء على المستوى الخليجي أو العربي. أيضا عندنا ضيوف من قطر، من الإمارات، من السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، اليمن أيضا، وبالإضافة إلى نجوم الكرة العراقية المتواجدين. برنامجنا مثل ما ذكرت الساعة 11 على قناة آي نيوز. بس أنا أقول كلمة، العين ما تعلى عن الحاجب، احنا نكمل بعض علي. لا المجلس والخيمه انا اقول العين ما تعلى على الحاجب، احنا نقول احنا نكمل بعض اكيد. وقواكم الله ويعطيكم العافيه. هلا هلا في اخواننا وربعنا ابراهيم الكراني وعلي عيسى، والله انت وصيهم فيه، وبعد محمد السعدي الدكتور وصيهم فيه دكتور، وعمار علي هلا هلا فيهم، هذا ربعنا انت وصيهم فيه حبيبي. لا ما قادر، هم يحبونك اكيد، يحبونك ويقدرونك حبيبي. وعلي عيسى انا يعجبني فيه الجولات اللي قاعد يقوم فيها في البصرة، نعم، والجهد الحلو بحقيقة. وهذا على فكرة علي عيسى ثالث زيارة له في البصرة، فاللي يبي معلومات سياحية ويبي شغلات علي عيسى مو مقصر. يوميا في سيارته من المدينة الرياضية الشيراتون، جينا أنا ما ندل هو جاب دون لوكيشن. كفو علي، هو نشيط، الله يعطيه الصحة والعافية. تحية لك. موفقين علي، موفق علي حبيبي، شكرا. دائما تكلمنا على علي عيسى وجولاته في البصرة الفترة اللي راحت والأيام اللي راحت، خلنا نعطيكم جولة سريعة في مدينة البصرة. زين، بما احنا قاعد نتكلم على البصرة وسياحة البصرة، وين بتروح؟ عندك جدول؟ سويتك جدول؟ رحت مكان؟ خالد شوف الجدول، احنا ما كنا نقدر نرتبه قبل ما نعرف جدولنا مع القناة، لان طبعا احنا جايين مع القناة. ولكن خالد الجدول انا اقول لك ممكن يسوون لك جدول من الساعة الحين، احنا نقول لو الساعة 10 يسوون لك ليه بكرة الساعة 10 ولا يكلون ولله الحمد ولا يملون. خالد صراحة يعني أنا من الناس يعني أحياناً أخجل إنك وين ما تروح خالد الكل ترحيب، هاي طبعاً مفروغ منه. خالد يعني مر علي طفل يمكن عمره 8 سنوات، لأني أنا أمشي هناك، هلا كابتن كيف الحال شلونك بخير كذا، قال كابتن الله يخليك إلا أجي تتغدى عندنا. قلت له على راسي اقدر اتغدى عندكم، بس الحين احنا مشغولين مع القناه ولا ندري التايم مالنا. الكل خالد يعني تشوف الفرحه في وجيههم
وهذا اللي احنا يسعدنا ان نشوف الفرحه في وجيههم وترحيبهم خالد. اقول لك للامانه من غير مبالغه، لا صغير لا كبير لا رجال لا حرمه، الكل يرحب، وهذا اللي احنا مسعدنا. وان شاء الله احنا يعني مثل ما هم صدورهم وسيعه والشعب مضياف، ان يعني نقدر نساعد في انجاح هذه البطوله، والله يوفقهم ان شاء الله. من اللي سوى لكم جدول سياحي او بيسوي جدول سياحي؟ نور علمنا وين ممكن الشباب يروحون في البصره. انت بروحك يبي لك جدول سياحي. لا هو شوف حقيقه هي البصره اولا شط العرب، هذه واحده من النقاط اللي يجب انه احنا كنا نروح نزورها. يمكن تعليقا على كلام كابتن عبد الله اريد اقول لك شيء حقيقه، هذا يمكن احنا نتحدث فيه بالكواليس لكن الحقيقه يجب ان تقال امام الناس. البرنامج المجلس يمكن مجيء الى البصره هو بعد فرحه تنظيم كاس الخليج، وهذه يعني بدون مبالغه، لانه الناس مثل ما يتكلم كابتن عبد الله يشاهد برنامج المجلس على طول، فحافظ حتى يعني يمكن كل تصرف وكل حركه لكل المحللين والموجودين ويريدوهم بالاسم، وهذا شيء طبعا يعني انا ما اجامل عليه ابدا حقيقه هذه. فلذلك راح تشوفون اكثر واكثر بالايام المقبله، لان الناس يمكن لو بس تفتح المجال انت احنا ما راح نخلص من الجماهير حقيقه. اما على الموضوع السياحي فاول شيء انا اوصي بالسمك، السمك يا كابتن. اي لا، وفي في 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 واحد مسكوف يعني، فنبلش بالاعلان، في واحد مصري يعمل كوارع اللي احنا نقول عليها الباتشا العراقيه، هذا بالنسبه للاكل. باقي الامور مال شط العرب وهو السياحه الحقيقيه بالنسبه اللي يجون الضيوف يعني. على قولتهم اذا بجي العراق. والبر طبعا عندنا البر، بما انه كابتن عبد الله يحب البر. لا لا انا طبعا شوف اقول لك للامانه، انا ساكن فندق الهورايزون وصاحبنا في فندق السلطان. انت بعد عندك علاقات واسعه قصر السلطان وهو مدير الفندق صاحبنا، قال لي شوف شو تريد المطعم تحت امرك، تجي تدخل تسوي اللي تسويه، هذا مكان شكرا على عيني وعلى راسي. وانا يوم واحد ادخل لكم المطعم واطبخ لكم طبخه لكم وللناس في المطعم باذن الله. مشكور مشكور يا عبد الله. زين تفضل احمد الرواس. والله يا خالد بصراحه حتى من اول بدايه نزلنا من الطائره استقبال حتى الشرطه يا خالد، مش المواطنين، استقبال خنجيل شلوا مساعدات الشعب بشكل عام. نحن في كاس العالم مين الجمهور اللي قلنا رقم واحد؟ الارجنتين مقنين كره قدم، الشعب العراقي كله مقنون كره قدم بمعنى الكلمه، هذا حقيقه مطلقه. ودائما العراق ليش صعب في بلده؟ ووزين تنظيمه خالد كاس الخليج في العراق يساعد المنتخب العراقي مشان مستقبل وصول كاس العالم، لانه سلاح المنتخب العراقي هو جمهوره، هو اقوى سلاح يمتلكه، طاقه خاصه بين الجمهور واللاعبين العراقيين حاجه مش طبيعيه في كره القدم، خاصه اذا لعب على ارضه العراق يعني محروم فتره زمنيه ما لعب. ثاني حاجه الشعب كرم غير طبيعي، يعني يا جماعه عندنا برامج، يعني نحن ملتزمين مع قناه الكاس بالبرامج، اللي يريد يضيفك في بيته واللي يريد يسكنك واللي يريد يكرمك واللي يريد يذبح لك. صراحة حقيقة تشوف كذا تعرف انه مثل ما قال اخوي الكابتن انه برنامج المجلس هذا متابع بطريقة غير طبيعية. انا اللي شفناه حتى ما قدرنا نتحرك يعني من كثرة زحمة الجمهور والتصوير، يعني الجمهور متفاعل وانت بالذات خالد، يعني اذا جيت شفت الحركات التصوير يعني شعب مش طبيعي في كرة القدم، وهذا يعطي حلاوة بعد كأس العالم. لا تنسوا حاجة واحدة، نحن يا اخي عشنا اجمل حدث في العالم، عشان هنا تنجح هذا البطوله لازم تنجح في دوله لها فتره زمنيه ما ضاقت، هذا ما ضاقت يعني 43 سنه تتكلم معي عندها تنظيم وجاها قمه. والمجلس ما اتكلم انا واحد من المجلس، بس مجلس رقم واحد في الاعلام في الخليجي والوطن العربي حاليا، مكتسح كل حاجه، ويجي بعد المجلس شكرا لمن امر ان المجلس يكون في العراق، هذا امر مهم جدا، لان المجلس مثل ما قال هو بين اعلام له دور بينجح البطوله. عموما صراحه انا اتوقع تكون بطوله جميله وفيها زين ملتقى، كنا في فندق ومقربين من بعض يعني الخليجيين بشكل عام. خلونا نروح لماجد المنصوري. ماجد موجود في فندق البصره الدولي احدانا يعني. ماجد تفضل.
يا هلا ومرحبا فيك خالد، يعطيك العافية، تحية لك وأيضا لضيوفك الكرام في المجلس، ونرحب فيكم مشاهدينا ومتابعين قنوات الكأس الرياضية من البصرة من العراق، وأيضا في تغطيتنا لبطولة خليجي 25. أجواء جميلة قاعد نعيشها حتى هذه اللحظة، والآن نتحدث أكثر عن هذه البطولة مع السيد فراس بحر العلوم، عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم. في البداية يا هلا ومرحبا فيك عبر قنوات الكأس الرياضية، ومن كل قلبي أقول لكم الله يعطيكم العافية. إحنا الحين ما بدأت البطولة، وأنا أقدر أقول لك كتجربة شخصية سعيد جداً بتواجدنا هنا، وأنا متأكد أي شخص راح يحضر هذه البطولة راح يكون مستمتع بشكل كبير، وهذه للحين ما انطلقت البطولة، فيعطيك العافية. نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد رحب بكم بالأخ أبو جاسم وكل ضيوف المجلس، وعيني عليه باردة لأن هو اليوم أول حلقة، ما كنت متوقع يعني، كانت مكركبة الأمور. الحمد لله والشكر، أكيد وجودكم هو هذا من عوامل نجاح البطولة. مسرورين إحنا جدا، وتدري يعني تعبانين يعني، مثل ما قلت لك شفناكم ارتاحينا يعني، الحمد لله وشكر، الأمور كلها جاهزة، ننتظر فقط انطلاق صافرة الافتتاح وليس المباراة. زين، دام تكلمت عن صافرة الافتتاح، أعتقد بعد غياب طويل بما يتعلق بهذه البطولة، البصرة استحقت هذه الاستضافة، وأنا متأكد 100% أن المنظمين في هذه البطولة ليس أو بالأحرى نقدر نقولها مب فقط يبون يظهرون أن استضافوا هالبطولة، لا، يبون يعدون مرحلة الاستضافة ويوصلون لمرحلة الإبداع، واقتباسا من تصريحك بداية في الافتتاح راح نشوف افتتاح مبهر يضاهي افتتاحات عالمية. أكيد بالطبع، أنا أعيد وأكرر أنه إن شاء الله الافتتاح سيكون مبهر وراح نتميز به إن شاء الله. يعني هذا الموضوع اللي يجوز أكثر الناس ردت علي ردود يجوز سلبية، لا، بس أنا أقول لك اللي شفته انه في شيء مبهر ونفتخر به، واحنا يعني ومو يمن الموضوع ايضا الشركات اللي التنظيميه للبطولات ايضا هي ايضا تنافس، وهذا شيء يخدمنا. يعني الشركه اللي راح تنظم الافتتاح بكاس الخليج 25 يجوز هي ايضا تنافس الشركه اللي نظمت كاس العالم حتى تتميز وتاخذ عقود مستقبلا. احنا ايضا نريد نتميز بهذا الشيء، ان شاء الله يكون يعني افتتاح مميز، واحنا ابد ما قارنا، بالعكس يعني احنا نفتخر، وهذا يجوز هذا الشيء دفعنا من قطر استضافه كاس العالم، انا متاكد اكثر من دوله عربيه، واتوقع المملكه العربيه السعوديه ايضا راح تقدم ملف وراح يدفعنا اكثر لبطولات اكبر كاس الخليج ان شاء الله. احنا كلنا ثقه ان شاء الله راح يكون افتتاح مبهر، وان شاء الله راح نستمتع في هذه البطوله. كلمه اخيره توجهها للجماهير الخليجية. جماهير الخليج ملح البطولة حقيقة، احنا فرحانين يعني، الجماهير هم اكيد اللي شافوا البصرة واهل البصرة راح يرتاحون، وانا متأكد في اي ملف راح يقدم العراق اخواننا اتحاد الخليج والجماهير راح تدعم اي ملف يكون بالعراق. طبعا كلنا معاكم ان شاء الله، وبالتوفيق لكم وجهودكم نقدرها، ترى جبته كضيف وهو كان يشتغل، فالله يعطيك الصحه والعافيه، شكرا جزيلا. عندنا الضيوف والاخ خالد جاسم، الله يعطيك الصحه والعافيه، ما قصر، شكرا جزيلا، كنت من لك التوفيق. طبعا مثل ما تابعنا من السيد فراس بحر العلوم عضو في الاتحاد. استضافتها لهذه البطولة، وليس فقط للاستضافة بل أيضا للإبهار، إن كنا نتحدث عن التنظيم أو حتى المتعة إن شاء الله اللي راح نشهدها في العراق، فنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، وإحنا متواجدين العراق، ومن خلال البصرة صار لها فترة تستعد لاستضافة هذا الحدث الخليجي، خليجي 25. خلونا نشوف استعداد العراقيين للاستضافة. بوتيرة عمل تصاعدية اختتمت تحضيرات البصرة لاحتضان بطولة خليج 25 بكرة القدم مطلع العام المقبل. آخر الأعمال كان حفل افتتاح ملعب الميناء الأولمبي الذي سيحتضن لقاءات المجموعة الثانية من البطولة. حضور الجميع هي رسائل كبيرة حقيقة نبعثها من هذا الملعب إلى الأخوة الخليجيين. الآن البصرة آمنة مستقرة، البصرة تحتضن الأخوة الخليجيين إن شاء الله في الأيام المقبلة، وإن شاء الله يشاركون الفرح ويشاركون الفعاليات الرياضية.
تحضيرات البصرة للحدث لم تقتصر على تهيئة الملاعب والبنى التحتية الأساسية، بل شملت جميع الزوايا السياحية والأماكن التي تشير للارتباط الثقافي والحضاري بين البصرة ومنطقة الخليج العربي، كهذا الدار المختص ببيع الأزياء الخليجية وتنظيم الفعاليات الفنية. البصرة مو بس كورنيش ولا ملاعب، البصرة عامة. شوف جهزنا والقادم أحسن بعد وأحلى. العوائل البصرة، المدارس، أي شيء يجي هنا يصور، والمونتاج والتصوير واللبس كله مجانا. منين؟ من النافورة. المن للعراق. نرحب بكل المنتخبات الخليجية والجماهير الخليجية في أرض البصرة، وهذه فرصة أكيدة للعراق للانتقال من المرحلة التي فيها، وإن شاء الله سيرون صورة جميلة عن العراق والعراقيين، من كرم، من بنى تحتية، من وضع مستقر، من أمن. وبجمالية مساء المحافظة ومرافقها السياحية، لم يتبقى إلا وصول المنتخبات المشاركة لخوض منافسات البطولة التي ستكون الأجمل بحسب المعطيات الجماهيرية والتنظيمية. الاستعدادات جارية، البصرة طموحة، وأهل العراق عندهم آمال كبيرة أن بطولة الخليج هو ما هو إلا محطة عبور إلى ما هو أفضل وأحسن للارتقاء بالبنية التحتية الرياضية، والارتقاء أيضا بالمواطن تحديدا في مجال الرياضة، لأن العراق عندهم طموح كبير أنهم هم في نهاية المطاف اليوم بنوا هذه المنشآت الرياضية. إذا معناته هناك أمال أكبر ثم أكبر ثم أكبر باستضافة كبرى الأحداث وبناء بنية تحتية رياضية. ما يد خليفي، إذا بنتكلم على اليوم على استضافة العراق، خلنا نرجع إلى 30 و40 و50 سنة. الدول الخليجية ما قامت ونهضت رياضيا إلا من خلال استضافتها لبطولات كأس الخليج، ودائما لما تستضيف أنت بطولة دائما تشتغل وتعمل على البنية التحتية، تكتسب فيها الخبرات الإدارية، الخبرات التنظيمية، بناء بنية تحتية رياضية. صحيح خالد، احنا لو نسترجع تاريخ وشريط بطولات الخليج منذ التأسيس، نرجع نقول الخليج الأولى اللي صارت في الكويت كان ملعب طيني وتراب، وكانوا الفرق أربع منتخبات، قطر في البحرين عفوا قطر والبحرين والكويت والسعودية، أربع فرق. صحيح. الخليج الثاني، بطولة الخليج الثانية أيضا في السعودية أيضا ملاعب طينية. الخليج الثالثة في قطر ملعب عشبي وملعب أولمبي، كان أول ملاعب أول ملعب في 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 الخليج هو الملعب الأستاذ خليفة الأولمبي. هنا بدأت الكرة تتطور والخبرات تزيد والبنى التحتية تتحسن في الملاعب وفي المنشآت، ثم كل الخليج قام صارت منافسة قوية وشرسة على اللي كان فيه خالد سلمان. ترى العلم احنا ما قلنا عن خالد سلمان، تتسال عن عمره، كان اصغر لاعب كان في المنتخب صغير، لان الجيل اللي معاه كان كبير. فتطورت، يعني اللي يقول لك اللي ما استفاد من بطوله الخليج هذا يعني كذاب او او او, أو جاهل بالمعلومه. الكل استفاد من بطوله الخليج، كل دول الخليج. يعني احنا على سبيل المثال كان عندنا ملعب استاد دوحه صغير، من بعده كان عندنا استاد خليفه اسس وتم افتتاحه من قبل سمو الأمير الأب الله يرحمه الشيخ خليفة شلطان كابتن. لأن فعلا الانطلاقة الحقيقية لكرة القدم الخليجية كانت من خلال استضافتنا لبطولة كأس الخليج. ها علي ثاني. صحيح، أنا بعاقب على الكابتن جاسم، هو حقيقة أنا أعتبره مثلي. والبطولة هاي اللي تكلم عنها في الدوحة 76 كانت هاي أول مرة أشوفها كمباشر ونهائي. تعرف شو كان حلمي؟ إني أوصل هالمواصيل، إني أنا مثل كذي، أكون جاسم، أكون لاعب أحب المنتخب الكويتي، لأن هذا كان حلم دورة الخليج. دورة الخليج فعلاً هي البداية. لما أنت تتكلم عن مثلاً، أنا أعطيك مثال بسيط، يعني قيام دولة الإمارات 71 نظمنا دورة الخليج في 82، يعني خلال 10 سنوات 11 سنة بنينا استاد كبير وكل شيء. بعدها في 89 سنغافورة، يعني بعد 9 سنوات، يعني في أقل مدة بسيطة. والسبب دورة الخليج، لما أنت توصل الحلم، لما أنت تحلم أنك تطلع مثل هاللعيبة هالأساطير اللي موجودة كطفل. أي هو
هي كانت منفس للدول الخليج، لكل واحد له طابع. يعني الدول هاي لها طابع، بدأت تطور الملاعب، البنية التحتية، الأمور هاي كلها، أصبح الجمهور له شغف، لها خاصية وضعية خاصية مختلفة عن جميع البطولات اللي كانوا يتأثرون، اللي كانوا كنا نشارك حتى في المهرجانات أو الافتتاح لما كنا صغار طلبة. هاي الأشياء كلها لها معاني ولها عراق في البصرة. تجاوب الجمهور، تفاعل الجمهور، له شغف. خالد شوف، أي بطولة بعد بطولة كأس العالم في ملل، أنت تشاهد يعني أي يعني بعد كأس العالم المستويات، أي بطولة فيها ملل. بس اليوم لما وصلنا نحن في 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 في, في البصرة، الشغف اللي موجود عند الناس لا يعني شيء رهيب، لا يصدق. الشخص العادي، الشخص المميز، الشخص المسؤول، الشخص لا ما في فرق، الكل شغوف ان هالبطوله حقيقه هي فرصه. واللي كان عنده اعتراض او كان متشكك في موضوع تنظيم العراق لهذه البطوله، انا اقول له حسافه وغلطان، لان الوضع اللي شارك او اللي يكون موجود في البصره غير عن هو بعيد. اللي راحت عنهم فعلا كانت خسارة للكرة الخليجية. ونحن نتمنى، يعني شفنا نحن المنشآت اللي موجودة أو الحديثة حاليا، هي مفخرة لأبناء العراق ولنا نحن كخليجيين كعرب. خالد، البطولة هاي بتكون مميزة من عدة نواحي، متى بنحكم عليها؟ فيما بعد. نعم عندما نتكلم على أساطير، إحنا معانا مصطورة مصرية يعني عصام الحضري. عصام سجل في التاريخ إنه هو أكبر لاعب شارك في بطولة كأس العالم. قول لهم كم يوم؟ قول لهم. وإنجاز بيحتفظ به. أنا سعيد طبعاً إن أنا موجود هنا في العراق في البصرة. زي ما الكابتن علي قال لك ان بعد كاس العالم اكيد الناس كلها بتبقى حاسه بالكوره، بس ان شاء الله كاس يعني بطوله الخليج ان شاء الله العراق هم قد المسؤوليه ويعملوا طفره جميله ويحققوا للناس، يقول لهم ان احنا حق ان احنا نعمل حاجه تليق بالعراق وبشعب العراق. ويمكن نور كنت بتكلم معاه، بتلعب كل سنتين، كل المنتخبات جايه عندها حافز ان هي تاخد البطوله. كل اللعيبه اللي موجوده في المنتخب عايز تثبت لها الحق ان هي موجوده في منتخب بلدها وبتمثل منتخب بلدها. ان شاء الله نتمنى ان تكون بطوله ناجحه، وهم اكيد قد المسؤوليه، نتمنى لهم التوفيق ويعملوا بطوله، مش هقول كاس عالم كبير، كاس عالم مصغر، ان يليق بالعراق وشعب العراق. الذكرى دائما عندنا احنا كخليجيين كاس الخليج، تبقى الأهداف، تبقى أي شيء، أي شيء خالد يصير نتذكر فيها كأس الخليج. خالد أذكر إحنا سنة من السنين بالتسعينات أجلوا كأس الخليج، خلوه تقريبا بعد يعني طوفوه سنتين. صارت عندنا إحنا بالجماهير الرياضية بالخليج على مستوى الخليج على بداية الألفية خالد أو التسعينات، صار نفس الزعل يعني وين ليش رحوا لكأس الخليج. كأس الخليج فينا إحنا خالد، مثل روح الرياضة عندنا إحنا كخليجيين، الروح هو كأس الخليج، يزرع فينا الروح والألفة والتحدي والإعلام خالد، الضغط يصير ضغط إعلامي فيه يا أخي غير طبيعي. بذكر خالد شغلة لما صارت كأس الخليج في البصرة، أنا كنت موجود في الغرعة، بالغرعة هنية كنت متواجد يعني أهل إخواننا بالبصرة مثل العراق طبعا، ما كانوا يعني إن متوقعين بيصير كأس الخليج عندهم هنا. فمن كذي تشوف ردة الفعل، الابتسامة على الكبير والصغير، الكل مرتاح، الكل مستانس، لأن لله الحمد أثبتت أن البطولة راح تكون في البصرة، والحضور اللاعبين والفرق كلها لله الحمد أن كلهم متواجدين هنا، وخاصة خالد إحنا نتكلم بين جماهير وعشقهم كرة القدم واللعب في البصرة. خالد السنة هذه أنا أتوقع غير راح تطلع، راح فرصة أنها تطلع لاعبين، لأن أكثر الفرق لاعبين صغار. طول البطولة هذه طول عمرها وتولد لنا أسماء ونجوم، ماجد عبد الله، حمود سلطان، عبد العزيز العنبري، منصور مفتاح، خالد سلمان، جاسم يعقوب، هاني الضابط، علي الحبسي، واسماء كثيره يعني لو عديناها ما راح كلهم. عدنان الطلياني بالتاكيد اسامي كبيره، زهير بخيت،
حتى على الأجيال الجديدة أيضا هناك لاعبين برزوا بالبطولات الأخيرة حقيقة، ياسر القحطاني ويعني وعمر عبد الرحمن ويونس محمود، كثير من اللاعبين اللي قدموا الكثير في بطولات الخليج. وأيضا أنا أتمنى أكيد راح يذكر اسمه لكن أتمنى ما ننساه، هو الكابتن عمو بابا المرحوم عمو بابا اللي كان أيضا له بصمة كبيرة في بطولات الخليج، هو حصل 3 بطولات خليج للعراق، هي البطولات اللي حصلها العراق حقيقة. فأيضا عمو بابا كان أيقونة من أيقونات البطولات الخليج بشكل كبير. نعم البطولة هذه الكابتن أحمد راضي أكيد، المرحوم أيضا الكابتن أحمد راضي، الكابتن ناظم شاكر، المرحوم كابتن ناظم شاكر، أسماء كبيرة أيضا كانت في بطولات الخليج. إحنا يعني لما كنا صغار وعينا على بطولات الخليج حقيقة، وعينا على النجوم الموجودين، وعينا على التنافس الكبير، التنافس الشريف اللي كان ما بين الفرق، وإن كان في بعض الأوقات كانت هناك تحدث بعض الحساسيات، بعض النرفزة، لكن بشكل عام كانت بطولة الخليج دائما هي الشعوب العربية، الشعوب الخليجية بالتحديد دائما تنتظرها، وأيضا من خلالها مثل ما تكلمنا تخرج لاعبين، تخرج مواهب كثيرة راحت إلى أندية كثيرة وأصبحت نجوم. يمكن الأسماء يمكن إذا تبدي تعد ما راح نخلص يمكن حتى للصباح أكيد، فبطولات الخليج دائما ما تخرج لنا لاعبين جدد. ناصر الشمراني، كم بطولة خليج شاركت فيها؟ 3. والله شوف خالد، يعني دائما بطولة كأس الخليج يطلع فيها نجوم، يطلع فيها تكلم على كل مراحل الملعب، نقول حارس، وسط ملعب، ظهير، سنتر، تشوف نجوم تطلع. يعني أكثر اللاعبين اللي إحنا، أنا أتكلم عن نفسي أنا ناصر، لما كنت زمان قلت لأخوي جمال ممكن سولفنا بذا الكلام قبل فترة، أتذكر بطولة شارك فيها المنتخب في عمان قديمة، يعني ممكن 96 إذا ما خاب ظني، 96. فلما كنت أشوفهم أقول الله يحظهم يا ليت إني أشارك فيها، من لأنه إحنا ما نشوف إلا كأس الخليج. أوكي كأس آسيا موجود، بس كأس الخليج كل بعد سنتين تلقى الناس، تلقى الجمهور، تلقى ناس تسافر من بلد لبلد عشان تحضر. فكأس الخليج بكل أمانة يعني نسخة جميلة كل سنتين. أنا أتمنى إنه البصرة يعني أو الشعب العراقي إنه يظهر بكل الصور اللي الناس يعني تتمناها واللي هم يتمنونها، لأنهم هم نشوف فيه مواهب، لأنه هذا الكاس اللي تظهر فيه المواهب الخليجية. وزي ما قال الكابتن جاسم، قال أنا غلطان، لا أنت مش غلطان نهائيا، لأنه فعلا اللاعب يلعب كاس الخليج، بعدها آسيا، بعدها يروح كاس العالم. فأتمنى لكل المشاركين نشوفهم نجوم كبار إن شاء الله في السنوات القادمة، ونشوف نجوم إن شاء الله حاليين. تفضل جمال. خالد يعني أنا ذكرت لك مساء في بعض المباريات في كأس الخليج. جمال الله يخليك. تحت أمرك. الصوت. شكرا. خالد أنا يمكن إحنا المداخلات شوي خلتنا شوي أتنشن زيادة، لأن ننتظر التوزيع من عندك، صرت أنت الدينامو الموجود، وأنت دائما الدينامو الموجود، بس أنت اللي تمرر. متى ما حبيت تمرر، حبيت الكابتن عصام مررت له زيادة، حبيت الكابتن جمال مررت له زيادة، ما تدري إن نحترق إحنا وإحنا جالسين ما نتكلم، نحترق. خربها. إيه معلش كابتن، بس ما ضبطت معك، معلش كابتن ما ضبط. زين فخالد أنا لي ذكريات جدا حلوة مع كأس الخليج. وبالذات احنا تكلمنا عن البنيه التحتيه، تكلمنا عن اللعيبه، وتكلمنا عن الرابطات اللي انتجت دورات الخليج، وتكلمنا كذلك عن الاعلام اللي علمنا كيف اليوم نواجه الكاميرا ونعرف نتكلم وياها. هي دورات الخليج من علمتنا في فن الحديث في المقابلات المهمه الكبيره، ان اليوم الكاميرا صارت صديقه يعني بالنسبه لك، وتعرف تتكلم وياها وتطالعها وتبسم لها. هي 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 كذلك خبرات كانت من دورات الخليج. خالد تدري أول دورة أنا تابعتها بشكل جدا جيد، دورة جيدة، كانت دورة الخليج الثالثة، كانت في دولة الكويت، اللي فيها أخذ محمد غانم أفضل لاعب في دورة الخليج. فكانت من هناك يعني سبحان الله الشغف بالنسبة لي أنا أني كيف أصل إلى هذا المكان. سبحان الله بعدها انتقلت لدورة الخليج الرابعة في قطر، صرت من يجيب الكور حق اللعيبة في دورة الخليج الرابعة، أسلمها لجاسم يعقوب، أسلمها مجبل فرطوس، صلاح حسن، الكبات الكبار ذولا. سبحان الله من بعدها من الشقف هذا، من اللي علمنا إياها؟ علمنا إياها كلها دورة الخليج. الرابعة الخامسة أنا رحت ألعب في العراق في دورة الخليج الخامسة.
18 سنة كنت في ذاك الوقت عمري. فأبي أبي أوصل رسالة خالدة بداخلي، أي لاعب يا جيل يا نشأ يا تبي تعمل اسمك وتسجل اسمك في التاريخ، أهي فرصة لما تأتيك في دورة الخليج تشارك وتلعب، لا تقول في لعيبة ناقصين، أنت أثبت نفسك في الملعب، أنت سجل نفسك في الملعب، لأن هذه البطولة ظهرت أكبر لعيبة وأفضل لعيبة صنعهم الخليج بشكل عام وفي الوطن العربي كذلك منهم. فأنت عندك فرصة ثمينة جدا بالذات الآن من يشارك في دورة الخليج. فأقول حق لعيبتنا لا تقول أنا لاعب، والله أنا في لعيبة ما لعبت وأنا اليوم جيت كبديل، لا 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 أنت مش بديل، أنت جاتك الفرصة، لازم الفرصة هذه ما تفرطها، أخذها واثبت وجودك. راح أتوقع أول تسجيل لك في دورة خليج وتوقع أنك تكون لاعب أساسي للمنتخب. لهذا الأساس رسالتي، أي لاعب يشارك في دورة الخليج هي مصنع النجوم، كل النجوم اللي شفتوهم في الخليج، الأسماء اللي ذكرهم أستاذ خالد أو جميع الأخوان الأساطير اللي ذكرتهم من لعيبة اللي أطلعوا من دورات الخليج، فهذه فرصة لكم أنتكم تطلعون من دورة الخليج. مساعة قول لي هذه الكاميرا لدورة الخليج. فعلى العموم خالد، يمكن هذه الرساله اللي حبيت اقولها، واتمنى يجيني الدور بعدين، يعني ما تطول عليه شوي. احييك خالد، رساله حلوه هذه. شكرا خالد. طبعا احنا ما قدرنا نقاطع، بس دقيقه، لانه قائد المجموعه اليمنى، فليتكلم كان احنا نتكلم. شكرا لك. اشكرك. أشكرك. صلاح السعدي من كرنيش البصره. رجعنا لكم الى البصرة، إلى العراق الأبي الشامخ. نعم، أهل البصرة قالوها قبل، عين غطاء وعين فراش، شفناها من خلال وجيههم، شفناها من خلال ضحكهم وصبرهم، ويا الله عليهم. ونحن عشنا أجواء جميلة، تواجدنا يوم كأن ألف يوم، نعيش معاكم أجواء جميلة واستثنائية. عندنا الفنان علي كرار، ابتسامته حاضرة، روحه علي فرحان والله كرار. لا علي فرحان. ليش ما تصير كرار؟ ماك فرق يمكن في فرق. لا ما رايك ان شاء الله اصير فنان على الراس. اصير فنان والله. اي والله الموضوع والاجواء المونديالية. طبعا بالبدايه نرحب بمجموعه قنوات الكاس، تحياتنا لكم، كل اهلنا وناسنا وضيوفنا اللي حلوا علينا بالعراق، بلدكم الثاني، احنا اخواتكم، بيوتب عيونكم، يعني مو بس موضوع الكرم، لا، العراقيين محبين للحياه. فاسمع منك شو تريد تقول. انا اسمع منك. انا اسمع منك. كرار والله فرحان. لا فرحان. فرحان ولا كرار؟ لا كرار. انت اختار. على اولى. انت على تو. الله. على تري. يا سلام. بيعت. الله. راحت وجات، قلت لي فقرة. وان شاء الله. إن شاء كرارية ولا فرحانية؟ فرحانية. وين هالفقرة الفرحانية؟ طويلة. وينها؟ يلا. طبعا هاي اهداء القناة الكاس مشرفتنا. اخوتي ها اليك الكلمه. واحنا نلعب فيه، احنا الاسسنا الملعب، واحنا نلعب فيه، احنا الاسسنا الملعب، نلعب فيه، احنا الاسسنا الملعب.
الله 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 اسمعون اسمع يا الله خالد جاسم يا الله خالد جاسم هاي الترحيب الجميل هذه الروح الجميلة اسمعوا واستمتعوا استمتعوا استمتعوا يا غلا يا حل الكويت يا زينها يا حل يا حل البصرة يا زينها يا حل يا حل البصرة يا زينها مرحبا مرحبا عمر يا زينها مطرش حق كل واحد فيكم يا شباب باقة ورد والشكر مرة ثانية لإخواننا في مجموعة لابيلا هاي كذي شكرا مشكورين أهم شيء إن الباقة هذه تروح حق عصام الحضري ها يستاهل ورد بس شكرا لك صلاح السعدي ومشكور لك ويا تعالياي وجاب معاه الجماهير العراقية الحبيبة في البصرة اللي سوونا شوي أجواء حلوة في كرنيش البصرة قواكم الله إن شاء الله. من الناس اللي أنا راح أفتقدهم حقيقة في خليجي 25 ولأول مرة أفتقد أخونا الكبير والحبيب والغالي سعادة الشيخ عيسى بن راشد خليجي 24 الذي أقيم في الدوحة وقبل أن يغمض عينيه طويلا فرح مع الأحمر البحريني ورآه متوجا بذهب الخليج وكأس البطولة لأول مرة في تاريخ المنتخب بعد أن كانت عصية عليه على مدى 49 عاما من الشخصيات اللي أنا وايد أحب الله يرحمه غفر ويسكن الجنة وكان دائما وأبدا يحرص على الطلوع معانا في المجلس وكنا إحنا نحرص أنه يكون معانا ضيف دائم ومستمر في كل بطولات الخليج اللي كانت موجودة معانا كذلك من الشخصيات اللي افتقدناها في هذه البطولة معلش لابد أن نذكرهم ولابد أن نتكلم على كل شخصية رياضية قدم الكثير لوطنه كالكابتن عبيد جمعة الجنة واللي مريض اليوم نقول الله يشفيك ويعافيك مثل ما شفنا في الصورة اليوم أخوي سعود بن عبد العزيز المهندي نقول الله يشفيه ويعافيه ويعينه ويقويه أخوي الغالي الحبيب الكابتن سعيد المسند الله يقويك ويعينك ويشفيك يا رب العالمين وكل شخصية رياضية نفتقدها في هذه البطولات في هذه التجمعات الخليجية أفتقد أخوي عبد العزيز العنبري أخوي حمود سلطان وأخوي الكابتن القدير خليل الزياني الحياة مستمرة الحياة مستمرة والإنجازات راح تستمر واللي راح يعمل ويزرع أكيد راح يحصد في نهاية المطاف الرموز كبير على فكرة شاركوا في الآن فلذلك احنا نقول كل من عمل واجتهد وأخلص للبقاء على هذه البطولة أنتم الآن تشاهدون هذه البطولة وإن شاء الله أنها تتطور إلى الأحسن والأفضل ورسالة خالد سلمان اليوم كانت جدا واضحة لأجيال تلعب حاليا وتلعب في المستقبل من هنا ومن هذه البطولة بالذات يبرز نجمك وبالتالي يصنع نجمك أكثر وتكون أحد النجوم اللي يفتخر فيها الخليج العربي نتكلم على يعني لما جبنا طاري شخصية مثل شخصية الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه ويغفر له ويسكن الجنة هناك شخصيات كبيرة مثل سلطان بن خالد السويدي وغيره من الشخصيات اللي كانوا حتى في دول الخليج بدون استثناء الشيخ الله يرحمه ويغفر له سمو صاحب السمو الملكي الأمير الأمير فيصل بن فهد نعم الله يرحمه ويغفر له و هناك من راح الشهيد فهد الأحمد الصباح والكثيرين عموما كل من ساهم في إبقاء هذه البطولة اليوم لابد أنه يفرح ويقول نعم أنا ساهمت وشاركت في تأسيس والإبقاء على هذه البطولة في كأس الخليج أبو عبد الرحمن بالتأكيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم لمن توفى وأن يتم نعمة الصحة والعافية على من هو موجود بيننا
بكل تأكيد هذه الأسماء لها مكان ولها وقع في النفس، بذلت حقيقة واتصفت بصفة الإيثار، كانت يعني مبادرة في كل ما يخدم المصلحة العامة لكرة تحديدا على وجه الخصوص كرة القدم على مستوى منطقة الخليج. ومن هذا المنطلق حقيقة بكل المناقب اللي ذكروها الزملاء حقيقة ذكروا أشياء جدا مميزة، وأخي خالد سلمان ذكر نقطة مفصلية في بطولة كأس الخليج، وأنها هي الابن البار لدول الخليج في اكتشاف المواهب وتقديمهم على الساحة الرياضية، وبالتالي وصولهم إلى مراحل جدا متقدمة. واليوم حنا الرياضة هي صناعة، وكرة القدم اختلفت من الهواية أصبحت هي مصدر رزق، وأيضا انتقلت إلى مراحل متقدمة جدا. اليوم حنا نشوف النصر كيف يحتفل بكريستيانو رونالدو، احتفال عظيم واحتفال باهي جدا. أنا أقول يجب أن نركز على مثل هذه الأمور، وعلى المسؤولين والمهتمين في الشأن الرياضي على مستوى منطقة الخليج أن يحتوون مثل هذه البطولة، وأن يرفعون من مستواها، وأن أيضا يأخذون أيضا المبادرة في تثبيتها، وأيضا رفع مستواها من خلال إحداث أيضا ابتكارات مهمة جدا ترفع من قيمتها الفنية والقيمة السوقية والقيمة المجتمعية. كل مثل هذه العناصر أنا في اعتقادي أنها نقاط مهمة جدا تحافظ على مثل هذا المكتسب اللي قدم لنا نجوم حقيقة اليوم حنا نتغنى فيها، يعني من تقريبا حوالي 30 سنة إلى 40 سنة. أنا أقول أنه مثل هذا المكتسب أتمنى من أمانة الاتحاد العرب الخليجي لكرة القدم أن يتبنى مثل هذه المبادرات، وأن يقدم أيضا حلول وخطوط عريضة جدا يخدم فيها المصلحة العامة لتعود بالفائدة على منطقة الخليج بشكل عام تحديدا في كرة القدم. أبو جاسم، أنا يعني تعقيبا على كلام كابتن خالد، هي رسالة أيضا للاعبين الجدد الأجيال الجديدة. أنا لعبت 4 بطولات خليج، أول بطولة شاركت فيها بعد عودة العراق لبطولات الخليج كانت خليج 17 اللي كانت في الدوحة حقيقة. ومن الأشياء اللي أذكرها أنه كان هناك لائحة شرف، يعني خليها في الاستقبال بالريسبشن الفندق، لائحة شرف بالهدافين، باللي يعني أحرز أفضل حارس، أفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، أفضل مدرب، والمنتخبات اللي أحرزت البطولات. فأنا وأنا أتفرج أدور على حراس مرمى العراق من اللي حصل على جائزة أفضل حارس في هذه البطولات، فشفت أنه كان الكابتن رعد حمودي والكابتن فتاح نصيف. فكانت أمنيتي أنه أكون في، وهي حقيقة يعني كنت أمنيتي أنه أكون في لائحة الشرف هذه البطولة. لعبت بطولة أولى وبطولة ثانية وبطولة ثالثة، لكن بالبطولة الرابعة أحرزت أفضل حارس خليجي ودخلت بلائحة الشرف. القضية كلها أنه كيف أنه يكون عندك طموح من خلال هذه البطولة، كيف تبرز إمكانيتك، كيف أنه أنت تجتهد ويكون عندك هدف واضح من خلال هذه البطولة تقدر تحصل على مستوى جيد أيضا على الألقاب. أبو جاسم، أنا أشوف هذه البطولة أسهل بطولة تقدر تطلع فيها لاعبين مميزين. ليش؟ لأن غالب السابق اللاعب بالغصب يلعب، لأن كل الفرق تشارك الفريق الأول، اللاعب ينطر فرصة لو يشارك دقيقة بالسابق. الحين أغلب الفرق جايين فرق فريق جديد مجدد، أغلب لاعبينهم مو مشاركين في بطولة كأس الخليج، فهني إظهار المواهب، إظهار اللاعبين والنجوم في هذه البطولة أسهل من السابق. الحين على اللاعب نفس ما ذكر أخوي نور أنه لازم اللاعب يحط له طموح أني أنا أشارك، حتى لما تكون بديل تدش الملعب تكون مركز داخل الملعب. انا اذكر خليجي دورة خليج الثامنة مؤيد الحداد كان ينزل بديل وخذ افضل لاعب في كاس الخليج. ليش؟ كان عنده طموح وكان يداش الملعب يدور فرصه انه يلعب. الحين اغلب اللاعبين جدد، اغلب اللاعبين صغار في جميع الفرق، ان كل واحد يبرز نفسه ويبرز نجوميته من المباريات. كابتن جمال، ايضا حتى الان المنتخبات صارت متساويه، اول مثلا العراق والكويت كانوا فارقين عن البقيه. يعني اذكر كان على سبيل المثال الامارات وعمان قطر يجون في المرتبه الثالثه مش الثانيه. الان الكل متساوي حتى في البطوله، الان ما تعرف من ترشح في المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. الان اصبحت الفرق كلها متساويه، اذا اللاعبين الصغار اللي يتكلم عن مقالده واللاعبين الجدد ما عندهم عذر انهم يثبتون نفسهم او يحققون بطوله لبلدهم ويحققون اسمهم ايضا في 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 تاريخ هذه البطوله. من الأسماء اللي احنا حبيناها وكنا دائما نفرح لما نشوفه ويلعب كرة قدم الكابتن أحمد راضي. أو تتفاجأ بتفقد واحد من الناس اللي احنا كنا، لما نيجي أحمد راضي كنا احنا نجوم نختفي،
خلاص احمد راضي بقى ايقونه لحد ما مات او الله اخذ امانته بقى احمد راضي حقيقه. حتى الالسن تتلعثم وقت ما نتكلم عن ابو هيه. لذلك الرحمه والغفران الى روحه. هو اريد اذكر موقف، هو قبل ما يتوفى بفتره بسيطه كلمني عن قضيه كنت جالس معه كنا حاضرين، يعني في قيمه احمد راضي. يعني اللاعب ليس فقط في أرض الملعب، اللاعب اللي هو يكون قدوة، اللي أنت لما تتكلم عليه مثل ما يتكلم اليوم الكابتن نور صبري وغيره من نجوم، جميع النجوم الموجودين الصراحة في جميع الخليج والوطن العربي، تكلم عن نجم يمتلك ذيك الأخلاق اللي أنت تقتدي بها كأخلاق موجودة، الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. تتكلم عنه فنان لاعب، يعني أنا أتذكر دائما الهدف اللي سجله علينا في كلكتة اللي كنا على ضوءها نتأهل احنا اللي فيها لكأس العالم، الهدف اللي حطها من فوق يونس من الزاوية الضيقة وبالرأس، يعني حلم قيمة فنية موجودة عنده بشكل كبير. لهذا السبب هو انتقل الصراحة حتى مع الأندية سواء كانت في العراق، هم من هذه البطولات وانطلقوا من خلالها ووصلوا إلى العالمية مع منتخباتهم الوطنية. فإحنا نقول إن شاء الله أن احنا اليوم في البصرة لكل من كان يحلم يقول ان متى البصرة او العراق يستضيف كاس الخليج، احنا موجودين الان في البصرة في اول يوم وصول، والافتتاح باذن الله تعالى يوم 6 يناير يعني بعد يومين ان شاء الله. ماجد المنصوري راح في اللوبي عندنا في فندق البصرة الدولي وسوى مقابلة سريعة. يعطيك العافية خالد ويا هلا ومرحبا فيكم مرة ثانية من فندق البصرة الدولي، ونتحدث أكثر عن هذه البطولة مع السيد حسام حسن مدير العلاقات والتعاون الدولي المتحدث الرسمي في وزارة الشباب والرياضة العراقية. يا هلا ومرحبا فيك في قنوات الكأس الرياضية، وإحنا نعبر ونقول لكم شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. وأنا أدري أن للحين ما بدينا البطولة بس إحنا نتكلم الكل يحرص على أن يظهر العراق بالصورة المثلى لاستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي طال انتظار الجماهير العراقية لاحتضانها. يعني بعد تقريبا 40 سنة يعود العراق لاحتضان بطولات كأس الخليج، وهذا محط سعادة وفخر لنا جميعا. ولذلك يحرص الكل أنه تتكاتف الجهود لأن يطلع بالصورة الجميلة اللي تليق بمثل هذه البطولة اللي تحظى بمكانة كبيرة في نفوس جماهير الخليج. هذه البطولة اللي تمثل تاريخ لنا، يعني احنا من كنا صغار وعشنا وكبرنا على نجوم هذه الدورة اللي كانت يعني بصراحة منجم كروي للكفاءات الكرويه العربيه الخليجيه اللي اشتهرت ووصلت الى مراحل كبيره. وزاره الشباب والرياضه يعني تحرص مثل ما تحرص الجهات الاخرى السانده المنضويه تحت اللجنه التنظيميه العليا المشرفه على البطوله اللي يراسها معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ احمد المبرقع. الكل تحرص فيها، الوزاره، اتحاد الكره، الوزارات ممثله يعني حسب بعد اهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كرس كل الجهود لخدمة هذه الدورة. وأيضا سيادته زار الملاعب قبل أيام، الملعب المدينة الرياضية وزار الملعب الميناء، وتوجيهاته أنه الكل من موقعه يحرص أو يقدم الأفضل حتى يعني ما نخلي شائبة أو نقص، حتى نظهر بالصورة الجميلة أمام أشقائنا وأخواننا اللي قدموا أيضا واستضافوا هذه البطولة الرائعة من قبل. كابتن حسام، أنت ذكرت أن غياب البطولة 40 سنة هو الشيء اللي تمسناه في عودة هذه البطولة بردود الفعل من الجماهير العراقية، من الشعب العراقي، من المنظمين، من كل شخص مسؤول في العراق، بأنكم وحشتكم هذه البطولة نقولها بالعام، ونشوف ردود الفعل جميلة جدا. وأعتقد نفس ما ذكرت أنا وتم أذكر أنه خلاص أنتم مش فقط تبون تستضيفونها، تبون تروون العالم بأن البصرة قادرة على استضافة بين قوسين مبهرة للجميع. صحيح، هي مو بس البصرة، كل مدن العراق تواقع لاستضافة الأشقاء سواء في كأس الخليج أو البطولات الأخرى. إن شاء الله تكون كأس الخليج هذه بوابة لعودة البطولات إلى العراق، وإحنا سبق وأن استضاف ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية، استضاف الأشقاء في منتخب قطر، منتخب السعودية، منتخب الكويت، ومنتخب اليمن، منتخب سوري، كل الأشقاء لعبوا على ملعب المدينة الرياضية وشافوا يعني الإمكانات لاستضافة البطولات، وشافوا حفاوة الجمهور البصري والجمهور العراقي بشكل عام. العراقيين يعشقون كرة
القدم، مثل ما يعني مثل ما هو الحال في قطر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان وكل خليجنا الزاهي وكل دولنا العربية أيضا، شعب عاشق لكرة القدم وعاشق لنجوم الخليج ولبطولة كأس الخليج، ولذلك كانوا يعني بصراحة متألمين لغياب البطولة هذه الفترة الطويلة هذه السنين، أنه ليش العراق ما نظم البطولة، تعرف صارت ظروف معينة، وإحنا نتمنى أنه يعني يعذروننا الأشقاء إذا يوجد ربما هناك أي تقصير، ولكن هذا واقع الحال، لأنه الكل يتمنى أن يقدم الأفضل، وإن شاء الله بتعاون جميع. أنتوا يعني أنتوا مو غربة ولا أنتوا ضيوف، أنتوا أهل الدار وإحنا الضيوف. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن ضيوف وأنت رب المنزل. أنت تقول ما أسمحوا لنا على التكسير، ما منكم مكسور، أتكلم عن حفلات الاستقبال على كل شيء. لا بيض الله وجهكم، إحنا يعني إن شاء الله الصورة اللي تبيض وجهكم ووجه كل الأشقاء وكل الناس اللي يشوفون خليج 25 أنه تظهر بالصورة المثلى اللي يتمناها كل عراقي. وهلا ومرحبا بكم. يا هلا ومرحبا فيك بعد، يعطيك الصحة والعافية وشكرا جزيلا، واحنا سعداء جدا بتواجدنا في العراق ومتوقعين ومتأملين بشكل كبير ان هذه البطولة تكون كأس عالم مصغرة للخليجيين ان شاء الله. هي مونديال مصغر فعلا، كأس الخليج مونديال مصغر لشعوب منطقتنا والخليجنا والبلداننا. انا يعني اكرر الترحاب بكم ونتمنى لكم طيب الإقامة في ربوع البصرة الفيحاء، واهلا ومرحبا بكم ومجلس وكل الأشقاء وكل الضيوف ومية له مرحبا. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا، يعطيك العافية عشان ما قصرت. منكم توفيق. الله يجزاك خير، ما قصرت، يعطيك العافية. طبعا مثل ما تابعنا الثقة اللي موجودة من المنظمين والمسؤولين في هذه البطولة، وأيضا الثقة اللي موجودة من الجماهير العراقية وجماهير الخليج بشكل عام، بأن هذه البطولة إن شاء الله راح تكون جميلة جدا والكل راح يستمتع فيها في الخليج إن شاء الله. عودة لك خالد، تفضل. حياكم الله، يا هلا وحياكم طبعا من البصرة الجميلة، من كورنيش البصرة اللي دائما موجودين أهل البصرة فيه بحفاوتهم بضحكتهم بابتسامتهم الجميلة برقيهم بتفاعلهم اللامحدود. الناس تقول كيف أنا راح أحضر للبصرة؟ شوف أهل البصرة وهالابتسامة، أحضر يا حبيبي، لو ما جيت للبصرة راح تموت حسرة، فلازم تي وتعيش أجواءك الجميلة والرائعة والمميزة عندنا هني. أهل البصرة راح ناخذ أجواءهم انطباعهم، كون البطولة موجودة في العراق وفي البصرة بالتحديد، الانطباع والروح والمعنوية يعني لأهل البصرة، خاصة أن دخلنا خلاص أجواء البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لقناة الكاس، مجموعة قناة الكاس. بالنسبة للجماهير العراقية وبالأخص البصرية، ترحب بكل دول الخليج اللي حاضرة بالبصرة وبكورنيش للبصرة، وهاي البطولة مو غريبة على العراقيين، أكيد يعني شرف إنه كبير بالجمعة الكبرى هاي الخليجي هون بالبصرة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الفرق والدعم كل الفرق، ومو بس نشجع المنتخب العراقي، إحنا كجماهير بصرية نشجع المنتخبات الخليجية كلها. ما تلاحظ ان في مباراه راح تكون كبيره مع امام المنتخب العماني، توقعاتكم هذه المباراه؟ والله اكيد المنتخب العماني منتخب صعب، واكيد المنتخب العراقي بالمقابل هم فريق يعني مو قليل، يعني المباراه راح تكون يعني بيها مباراه حلوه راح تكون اكيد. كأنك بتخوف. والله اكيد يعني هاي طوبه، اكيد طوبه هاي ما بيها، يعني السعوديه غلبت الارجنتين بالقمه صح لو لا؟ يعني هاي طوبه ما بيها امان. حضر المباراه اكيد 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 اخذت التذاكر، يعني ان شاء الله حاضرين ان شاء الله. شنو الهوسات الشهيره العراقيه راح يغنوها قبل لا اروح الهوسات؟ اسوي لي تدي كاني كل تعال، مفاجاه راح تكون، يعني انت من راح تتواجد بالملعب الجماهير العراقيه والبصريه لها انطباع خاص يعني، وخاصه البصريه يعني. الله الله، ايوه ايوه هي 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 يلا سلام سلام. فعاليات يعني هذه هوستي ترى، هوسته يعني بايقه من عندك. اي بايقها، ليش فوق الهوسته؟ بس قول لي خالد جاسم، قول انت ويونس محمود يوميه بالمجلس، صار لنا سنتين تابعكم، يمتى تضاربون؟ الله يعطيك العافيه، نعيش اجواءهم وتفاصيلهم حلوه، هذه المداعبات الجميله اللي نعيشها من خلال المجلس ووضعنا الجميل. اهل العراق غير، والتحديد بالبصره. الله قالوها عين غطا وعين غطا، يا هلا
بالضيف يا مية هلا يا هلا بالضيف يا مية هلا يا هلا بالضيف يا مية هلا يا هلا بالضيف يا مية هلا ننتقل إليكم يا إخوان يا هلا بالضيف ويا مية هلا وحياكم الله. أنا صرت بصراوي بصراوي. احنا طبعا نتكلم على الاستعدادات، نشوف الاستعدادات في عيون الشعب العراقي ونشوف الاستعدادات والفرحه في الاستضافه الخليجيه من خلال الشعب، نعطيكم الانطباع، نعطيكم الترحيب من خلال وقائع تشوفونها على الهواء مباشره مع مراسلينا في كل مكان في البصره وحتى في العراق عموما. ويعني احنا كنا نتكلم على الاسماء وفقدنا اسماء، اليوم فقدنا صحفي زميل في العراق وهو الصحفي رائد محمد، هو رئيس تحرير جريدة المونديال ومدير الإعلام في اللجنة الأولمبية العراقية. سكتة قلبية، نقول إن لله وإن إليه راجعون، نعزي الأسرة الفقيد ونعزي الأسرة الرياضية في العراق الحبيب. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة. آمين إن شاء الله. إذا بنروح الآن نتكلم الاستعدادات، تكلمنا عنها وشفنا رسالة جميلة من أحد المسؤولين قال من شوي حتى لو شفتوا في أشياء فطبيعي، يعني الكمال لوجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اليوم إحنا لابد أن كلنا نتكاتف ونساهم ونساعد إخواننا في العراق على نجاح تنظيم خليجي 25. مش والله مجاملة، لا، وإنما هو نوع من المسؤولية اللي على عاتقنا، لأن إحنا في النهاية موضوع التنظيم المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية أو البطولات الرياضية ترى مش موضوع بسيط ولا موضوع سهل، هو أمور كبيرة تبتدي من الأمور اللوجستية والفنادق والبنية التحتية والملاعب والمواصلات وغيره وغيره. لكن مجرد أني أنا أفكر اليوم أني أنا أستضيف بطولة فهذه تعتبر جرأة، وجرأة كبيرة أقدم عليها الإخوان في العراق. فإحنا نقول إن شاء الله اليوم إحنا معاكم يا أهل العراق، احنا ان شاء الله نقول راح نشوف هذا بجانب من افتتاح استاذ المينا، احنا نقول ان شاء الله راح نشوف افتتاح اجمل من اللي شفناه في حضور الجماهير. الجمهور العراقي على فكره جمهور شغوف، جمهور محب لكره القدم، متعطش اصلا للاستضافه، متعطش انه يشوف منافسات واحداث وفعاليات عنده في ارض العراق. فلذلك احنا نقول ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، واحنا لكم ان قال الله ان شاء الله من الداعمين لكم ان شاء الله. التنظيم ما يجي في يوم وليله، قلنا التنظيم يحتاج الى خبرات كبيره، فبالتالي ان انا اليوم اكون سبب رئيسي في نجاح هذه البطوله وكل فيما يخصه وكل من مكانه بالضبط. نعم، يعني انا اعتقد الاخوه في العراق او اللجنه المنظمه في العراق مش ناقصها الخبره، على وعلى ان نتكلم عن بطولة الخليج، العراق وصلت كاس العالم، يعني هي عندهم يتمتعون بخبره كبيره وعندهم خبراء كثير رياضيين، احنا ننتدب خبراء من العراق في المجال الرياضي يعملون عندنا في كل مجالات الرياضه. فانا اكيد ان هي فقط الاوضاع اللي كانت السياسيه وما شابه هي اللي عطلت المسيره الرياضه في العراق. العراق قادر انه يرجع، عندهم كفاءات اداريه بعقليات كبيره، ناس مثقفين جامعيين على مستوى عالي، فيحتاجون الوقت. الان هي الانطلاق الان لهم عوده البصره، لان احنا نتكلم عن بطوله الخليج الخامسه، من بطوله الخليج الخامسه حتى الان 25، نتكلم عن 20 مسابقة في لكأس الخليج ما شاركوا فيها الأخوة العراقيين. الآن بداية، وأيضا اختيارهم للبصرة أيضا هم عاوزين يحسنون البنى التحتية في كل مدن العراق. يعني بغداد عندها تقريبا 6 ملاعب أكبر من ملاعب البصرة، عندهم حوالي 14 ملعب رياضي. أعتقد العراق من ملاعبها الموجودة ممكن يعني تضاهي كل دول الخليج في عدد الملاعب بالنسبة للعراق. فالعراقيين يقدرون بيقطفون ثمار هذه البطولة إن شاء الله قريب جدا. العراق كلاعبين، أنا يعني اللاعبين العراقيين مميزين جدا، موهوبين بالفطرة، دائما لهم كلمة. إحنا عددنا أسامي كثيرة من نجوم وأساطير الكرة العراقية، وأنا ضامن حقيقة النجاح. يعني الكل هنا مستبشر خير بعد الاستقبال الكبير اللي شاف الشغف الكبير عند الجمهور العراقي وتحديدا أهل البصرة، فالبطولة ناجحة إن شاء الله بكل المقاييس. تفضل نور.
احنا نتكلم اليوم ان يعني راح نقعد معاكم ان شاء الله اكثر من 13 يوم تحملون نعد. لا بالعكس انتم على الراس والعين حقيقه، لانه مستمتعين اكيد يعني بجيتكم، اكيد ما ارجع واقول بجيتكم استمتاع كبير لي وللجماهير. مش نشفة يعني، ها مش نشفة يعني. لا نشفة يعني، احنا 13 يوم مش نشفة يعني، 17 يوم يعني عاش يعني. انت لا تطلع بالشارع كثير، الناس يحبوك واكيد راح يستقبلوك. اصبر يومين يعني اكيد للجميع، لكن ارجع وعيد ان شاء الله اكيد التنظيم ينجح. انا وكل اللي يحبون العراق نتمنى انه ينجح التنظيم، وان كان ممكن راح تكون هناك اخطاء، مساله جدا طبيعيه، خاصه وانه العراق مختفي عن تنظيم البطولات مده طويله جدا. اكيد راح يكون هناك بعض الامور المرتبكه، يمكن افتتاح ملعب الميناء عالج بعض الامور، لانه كان هناك اخطاء بسيطه بالافتتاح. ممكن بافتتاح بطوله الخليج راح يكون تنظيم اعلى، وانا اعرف انه هناك خطه وهناك يعني فكره جميله بافتتاح بطوله الخليج راح يكون مميزه جدا، خاصه وانه المعنيين المسؤولين تعاقدوا مع شركه من خارج العراق من اجل يكون التنظيم ناجح بشكل كبير. هذا على المستوى اللوجستي، وان شاء الله على المستوى الفني اتوقع انه كل الفرق بما فيها الفريق العراقي اليوم العين على الفريق العراقي، لان الفريق العراقي يعني ما اريد اقول يجب، هذه كره قدم، لكن الفريق العراقي العين عليه انه يجب انه يكون بمستواه الحقيقي مع جمهوره ويصل الى المباراه النهائيه. عموما يعني خلينا نقول في سلبيات، شو المشكله طيب؟ لا في سلبيات عادي، ترى ما في شيء عمل متكامل، ما في ابدا عمل متكامل، هناك عمل في ايجابيات في سلبيات، يقول لك اللي يشتغل لازم يخطي. فاحنا اليوم نقول نتحمل بعض، وبالعكس احنا نحط يدنا في يدهم ونآزرهم ونشجعهم ان هذه بدايه انطلاقه، والانطلاقه هذه الحقيقيه راح تكون للاسر الرياضيه وللرياضيين وللاعبين وللنجوم، الفئات الرياضيه كلها تستفيد من الملاعب والمنشات البنيه التحتيه. ها هي اهم شيء في اي دوله اليوم البنيه التحتيه الرياضيه، اذا انا اكلمكم على المستوى الرياضي يعني. فطبيعي يعني يا شباب. خالد كونه يبدا عندك شخص في المبادره، انا في اعتقادي ان هذه شجاعه انه يقبل على مثل هذه الخطوه، بكل تاكيد هو فقط يبغى يتجاوز الحاجز، تتكلم عن الحاجز النفسي، الحاجز المعنوي، الحاجز حتى في كل النواقص اللي ممكن يتعرض لها في بداياته، لكن كون انه يبدا انا في اعتقادي الشخصي هذه خطوه ستتبعها خطوات ستعود بالفائده بشكل عام، لانك تملك مجتمع شغوف في كره القدم. فبالتالي انت بادر فقط وبتلاقي الدعم والمسانده من الجميع، انا في وجهه نظري خاصه المجتمع العراقي. مجاسب احنا تشوف المجتمع العراقي يعني لو تشوف الفرحه اللي عاشوها الصراحه ايام كابتن نور صبري ونشأة يونس الجيل الذهبي للكره العراقيه، الفرحه هذه من 2007 يعني الحين لا الطفل اللي كان عمره 10 سنوات الحين ممكن عمره 25 26 سنه، هذيك الفرحه ما يقدر ينساها. الان هو اللي ماسك كل التواصل الاجتماعي، هم المؤثرين بالعمر هذا، مؤثرين بيعيشون الفرحه بيعيشون الوناسه. الان شفنا فرحتهم يوم رسمي البصره استضافت كاس الخليج، راح اشوف فرحه الجماهير مع الاخوان اللي كانوا موجودين. الان الاساطير الموجودين معنا نور نشأة يونس، فشيء طبيعي راح تشوف خالد الفرحه والالتزام من اخواننا اللي بهذاك الجيل عمره 10 سنوات الان عمره 25 27 30 سنه. عموما في النهايه نقول لكم بطوله ناجحه باذن الله تعالى، واحنا معاكم نتمنى نشوف مباريات ممتعه فنيا، نشوف بروز اسماء ولاعبين ونجوم. احنا تقريبا وصلنا وياكم الى الختام، ولكن قبل الختام ابي اقول لكم ان اليوم استأنف في الدوحة عندنا دورينا دوري كيوم بي، وكانت عندنا بس مباراة واحدة فقط هي مباراة تحيل ونادي الغرافة، هذه المباراة انتهت بفوز تحيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وبكرة في عندنا مبارتين، مباراة الريان ونادي السلية الساعة 4:15، والمباراة الثانية مباراة الأهلي والعربي الساعة 6:25 دقيقة. تصور أن بعد انطلاق القطار يا مايد خليفي وضع تحيل عينهم على الصدارة ينافسون العربي، وضعكم ما يطمن بهالنتيجة يعني، لأن هم تصدروا لبكرة لمباراة العربي مع الأهلي ديربي الهلال، حتى لهم متصدرين. التحيل واضح أنه يعني قبل التوقف كان واضح أن التحيل بينطلق، الكل أجمع ذلك.
الغرافة حقيقة النتيجة ثقيلة عليه، يخسر بثلاثة وكبيرة. دحيل كان الأفضل في كم مستوى وكنتيجة حقيقة يستاهلون الفوز، لكن الغرافة حقيقة قدم مباراة يعني سيئة جدا للغاية. بسام سجل هدف حلو، نام سجل هدف حلو، سايسي سجل هدف الأول، ثلاث أهداف جميلة. أنا تابعت المباراة حقيقة. تابعتها؟ نعم تابعتها. ومدربكم ما له بصمة؟ مدربنا توي جديد. حتى لو له بصمة ما يقدر يعني في أول خمس على مباريات إذا جاز تعبير. نعم. بس كان الحضر يشجع اليوم دحيل لأنه يقول لبس الأهلي أحمر وعبالة الغرافة الإسماعيلي. ما أخذ راحته اليوم الحضري. نقول حق ماجد هارلي. خالد لازم نتكلم عن نقطة مهمة. هذه المباراة أهميتها جدا مهمة كانت بالنسبة لدحيل. ليش؟ لأن دحيل الآن يفرق عن المتصدر اللي هو العربي، يفرق عنه نقطتين، والوكرة يفرق عن المتصدر نقطة. لهذا نقطة مع العربي ونقطتين مع الوكرة الحين هو. لا لا، أنا أكلمك عن العربي كمتصدر نقطتين، وعن إيه؟ أقول لك نقطة عن العربي ونقطتين. تحيل 17 نقطة، العربي 16 نقطة، الوكرة 5. خالد بن عبد الله. والوكرة 15 نقطة، فخالد سلمان يتكلم الآن على أهمية هذه المباراة بالنسبة لتحيل. أهمية المباريات، نعم خالد، لهذا الأساس اليوم تحيل الفوز هذا جدا مهم ويضع العربي تحت ضغط في مباراته القادمة. خالد ممكن أسجل علامة استفهام شوي موجودة في تأجيل هذه المباريات الآن؟ في الوقت الحاضر التأجيل خطأ كبير ارتكبته لجنة المسابقات. يا تأجيل عام للفريق للفرق كلها وترحلها لبعد الخليجي، يا ما تأجل جميع المباريات هذه اللعيبة اللي عندهم لعيبة المنتخب وتترك مباراة واحدة في الجولة اللعب. هذا لا يجوز. أتمنى أن رسالتك توصل. كلامك صحيح كابتن، صحيح. يعني هذا يعني كل الدوريات اللي موجودة في الخليج تأجلت، يعني تلعب هذه المباراة والباقي تؤجل، على ما أعتقد سابقة يعني أو خطأ كبير وقعوا فيه. السعودية ما تأجل. الدوري عندنا ما تأجل لأنه الدوري ما تأجل. قطر ما وقفوا، السعودية ما وقفوا. لأن السعودية اختاروا من كل أوكي. طيب إحنا وصلنا وياكم الختام، بكرة موعدنا وياكم إن شاء الله الساعة 9:30. طبعاً إحنا اليوم نتكلم بشكل عام عن استعداد العراق، الضيافة، الملاعب، تجهيزات، السياحة، معلومات وما شابه ذلك. بكرة راح نبتدي إن شاء الله نتكلم، نعطيكم عاد الرؤية الفنية للبطولة والتوقعات وكل ما يخص البطولة من الناحية الفنية اللي شارك فيها 8 منتخبات موزعة على مجموعتين. نشوفكم على خير ومع السلامة. الله أكبر يا خليج، ضمنا الله أكبر.